استاذ قنشر تيفي، مثلا مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من تطوان. طبعا اعلنت وزاره الصحه عن تسجيل 45 حاله اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا المستجد حتى الساعه 6 من يومه الثلاثاء متتبعينا. نطلب الله الارقام تنخفض، لان أمس الحاجة متتبعين هاد الأرقام. إذا 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة، عفوا الساعة السادسة من يومه الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر. حالة الوفاة 202 حالة، والحالات اللي تمكنت الشفاء وصلت ل 4881، فيما الحالات المستبعدة بعد التحليل المخباري السلبي وصلت ل 153,788 حالة متتبعين. إذا نتمنوا بالفعل هذه الأرقام تنخفض، لأن أمس الحاجة أنها تنخفض متتبعينها. إذا عندنا 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد حتى الساعة 6 من يومه الثلاثاء. حالة الوفاة 202، حالة الشفاء 4881، والحالة المستبعدة بعد التحليل المخباري السلبي وصلت 153,788. نتمنوا بالفعل الأرقام ترتفع. الحمد لله على اليوم 45 حالة، يعني حدود 24 ساعة مزيان، ولكن نطلب الله في القريب العاجل انها تراجع، وكل ما تراجعت الارقام كل ما تكون الامور ايجابيه ان شاء ربنا. اذا نتمنوا الياس اليوسفي طالب كليه الدار الهيثم، اوكي، نتمنوا متابعينا ان الارقام تتراجع كذلك، لان هذا هو الاهم، هو الارقام تتراجع، وكل ما تراجعت الارقام كل ما تكون الامور بخير. اذا متابعينا، اذا خمسه كل ما تراجعت الارقام، طبعا متابعينا نشوف لكم معك كل الارقام ان شاء الله بخير وترجع المياه المجاريه. اذا اعلنت وزاره الصحه عن تسجيل 45 حاله اصابه مؤكده جديده فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي الى 7587. حاله الوفاه 202، فيما حالة المتلف للشفاء وصلت 4881 حالة، والحالة المستبعدة بعد التحليل المخباري السلبي وصلت 153,788. إذا نتمنى بالفعل الأرقام تنخفض وتراجع كذلك، وما تراجعت كل ما مزيان. اليوم 45 حالة الحمد لله. التزموا الأماكن ديالكم، مسافة الأمان، خروج إلا للدار القصوى، لأن احنا في أمس الحاجة متتبعين أن نتغلبوا على هذا الوباء في القريب العاجل بكم أنتم متتبعين. إذا كل واحد التزم من الخروج إلا للدار القصوى ومسافة الأمان، غادي نكونوا تغلبنا على هذا الوباء في القريب العاجل. إذا متتبعينا الحمد لله، اليوم كاين تراجع، كاين انخفاض نسبيا في الأرقام. 45 حالة اللي ارتفعت اليوم، اللي وصل العدد الإجمالي 7587. إذا نتمنوا بالفعل الأرقام تتراجع، وفي القريب العاجل إن شاء الله ترجع المياه لمجاريها. حالة الوفاة 202 حالة، الحالة الشفاء 4881، والحالات المستبعدة بعد التحليل المخباري السلبي 153,788. إذا نتمنوا بالفعل نتمنوا نسمعوا صفر حالة في المغرب في القريب العاجل إن شاء ربنا. بغينا نسمعوا صفر حالة في القريب العاجل، لأن في أمس الحاجة هذا رقم صفر. هو صفر في الحقيقة في الحياة لا يعني شيء، ولكن في كورونا يعني الكثير. الكل كينتظر رقم صفر اللي الكل تهرب منه في الكريدي وفي يعني في الحسابات المالية ديالو. واحد ما خصو يكون عنده الصفر، حتى واحد ما يكون عنده، اوكي. ولكن الآن حنا كنفتشوا على الصفر لدرجة عنده قيمة في زمان كورونا متتبعينا. إذا الصفر الآن هو سيد الموقف. نتمناو في القريب العاجل إن شاء ربنا ترجع المياه لمجاريها، ونتغلبوا على هذا الوباء في القريب العاجل متتبعينا. إذا من هذه الجولة المسائية في حصيلة وزارة الصحة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7587 حالة، وحالة الوفاة 202، وحالة الشفاء 4881، من الحالات المستبعدة بعد التحليل المخباري السلبي وصلت 153,788.
إذا متابعينا نتمنوا بالفعل الناس اللي تلتزم بالحظر الصحي ومسافة الأمان الخروج إلى الدار القصوى، لأن احنا في أمس الحاجة من هذه الأرقام متابعينا. نتمنوا بالفعل القريب في القريب العاجل إن شاء ربي ترجع المياه لمجاريها وتستأنف الحياة في القريب العاجل. إذا الدعوات ديالكم، الالتزام ديالكم في المنازل، مسافة الأمان الخروج للدار القصوى هو الأهم الآن باش يمكننا نتغلبوا في القريب العاجل وترجع الحياة الطبيعية. احنا مقبلين على فصل الصيف، مقبلين على فصل الصيف، وهذه الفترة اللي باقا الله يحسن العوار راه كاين مجموعة ديال المهن اللي كتعيش في الفترة ديال الصيف على مدار السنة. إذا نتمنوا الناس تلتزم وتراجع، ونتمنوا أن هذا الصيف يخرج في القريب العاجل السفر حالة في المغرب. لأن إذا متابعينا تنشكركم على التفاعل والتعليقات ديالكم. طبعا كاين باقي الزملاء المراسلين في جوج المدن المغربية تنتظروا باش ندوزوا الحصيلة ديال وزارة الصحة من كل المدن المغربية. نذكركم بالبلاغ ونقطع هذا المباشر في انتظار مباشر آخر. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 6 من يومه الثلاثاء ثالث أيام رمضان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5787 حالة مؤكدة بالمملكة، فيما حالة الوفاة ارتفعت ل 202 حالة توفاة، والحالات التي تمكنت الشفاء وصلت الحمد لله 4881، والحالات المستبعدة على التحليل الإخباري السلبي وصلت 153788 حالة. إذا نتمنوا بالفعل الناس تلتزم الحظر الصحي ومسافة الأمان الخروج للدار القصوى متابعينا، لأن في أمس الحاجة نهاد التراجع الرقم الصفر. دابا رقم الصفر يرجع عزيز على كل المغاربة والعالم كذلك. نتمنوا الصفر في القريب العاجل الله يرفع علينا الوباء متابعينا. إذا من هنا شكرا لكم، تنتمنى لكم نهاركم مبروك، تحيات معتكف لكم من تطوان، إلى اللقاء في مباشر آخر. باقي الزملاء تنتظروا المباشر، إلى اللقاء.